نعم منى، يعني الهدوء الحذر هو سيد الموقف حتى هذه الساعة في مدينة رفح، ولم نسجل أي غارة إسرائيلية منذ أن انتصف الليل حتى هذه الساعة. يأتي هذا بعد قيام الطائرات الحربية الإسرائيلية بشن سلسلة من الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من محافظة رفح، وأسفرت عن استشهاد 26 فلسطينيا وإصابة العشرات بجراح مختلفة. وأيضا يأتي في ظل استمرار للتحليق المكثف للطائرات الحربية الإسرائيلية والطائرات المسيرة في سماء مدينة رفح كباقي محافظات قطاع غزة. هذه الطائرات هي التي يعني يسمع صوتها الآن، طائرات مسيرة تقوم برصد كل ما يجول على أرض مدينة رفح. أيضا بإمكانها القيام بعمليات اغتيال ضد النشطاء الفلسطينيين، أيضا بإمكانها إعطاء إشارات للطائرات الحربية الإسرائيلية بشن غاراتها على المناطق أو المنازل التي تود الإغارة عليها. فقد يعني شهدنا خلال الساعات أو خلال أمس سلسلة من الغارات استهدفت 4 منازل للمدنيين، أراضي زراعية ومناطق مفتوحة في جميع مناطق محافظات قطاع غزة. وهذه الغارات أسفرت عن 26 شهيدا وعشرات الإصابات، أدخل العديد منها إلى غرف العمليات في محاولة لإنقاذ حياتهم. لكن حتى الآن الهدوء الحذر هو سيد الموقف، وفي أي لحظة ممكن أن تقع غارات إسرائيلية في ظل استمرار التحليق المكثف لهذه الطائرات في سماء مدينة رفح. لكن منى، الأعين تتجه نحو القاهرة ونحو جهود القاهرة من أجل يعني إحداث تقدم في صفقة تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل، لعل هذه المرة تكون يعني الأمور أفضل ويدفع الجميع باتجاه إبرام اتفاق يؤدي إلى وقف لإطلاق النار وإلى انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة وعودة النازحين إلى مدينة غزة وإلى شمالها. هذا ما يأمله الناس، ودائما منذ ساعات الصباح الأولى ونحن نسأل عن ماذا بشأن المفاوضات، هل هناك ردود إيجابية، هل سيتم التوصل إلى اتفاق. كل هذه الأسئلة بحاجة إلى إجابات من قبل الوسطاء، من قبل حركة حماس، من قبل الجميع يعني والمعنيين بهذا الاتفاق. وبالتالي الأمال معقودة على القاهرة من أجل الدفع باتجاه إبرام صفقة التبادل ووقف لإطلاق النار وعودة النازحين إلى مناطق سكناهم في شمال قطاع غزة. لو انتقلنا إلى مدينة خان يونس، هذه المدينة أيضا مساء الأمس تعرضت لسلسلة من الغارات الإسرائيلية، وخاصة في المناطق الشرقية من محافظة خان يونس، منطقة معن ومنطقة خزاعة ومنطقة محيط مستشفى غزة الأوروبي. واستهدفت هذه الغارات مناطق زراعية ومناطق مفتوحة دون أن يبلغ عن وقوع أي من الإصابات، وإنما أضرار مادية في الأماكن المستهدفة وفي أيضا الأماكن المجاورة للمكان المستهدف في شرق محافظة خان يونس. أيضا بالأمس تم انتشال 13 فلسطينيا، تم انتشال جثامين 13 فلسطينيا من غرب مدينة خان يونس وخاصة من حي الأمل، وتم نقل جثامين الشهداء إلى مشافي رفح وإلى مستشفى غزة الأوروبي في المناطق الشرقية لمحافظة خان يونس. ولا يزال جهاز الدفاع المدني يعمل في محافظة خان يونس على مدار الساعة من أجل انتشال جثامين الشهداء في ظل وجود أكثر من 2000 مفقود منذ انسحاب الجيش الإسرائيلي من هذه المدينة التي تم تدميرها بشكل يعني كبير. والحديث يدور عن تدمير 55% من منازل هذه المدينة بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي منها قبل عدة أسابيع. وبالتالي الجهاز الدفاع المدني يطالب دائما بضرورة إدخال المعدات الثقيلة والمركبات من أجل انتشال جثامين الشهداء، وأيضا طالب بإدخال الأطقم المتخصصة للتعرف على جثامين الشهداء. هناك شهداء دون رؤوس وشهداء أيضا يعني جثمانهم جثامينهم متحللة، وهناك شهداء أيضا
في ظروف صعبة نتيجة ما تعرضوا إليه قبل استشهادهم ودفنهم على عمق 3 أمتار في باطن الأرض، وبالتالي هناك مطالبات دوما من قبل هذا الجهاز بضرورة إدخال المعدات الثقيلة والمركبات من أجل انتشال جثامين الشهداء، في ظل الحديث أيضا عن وجود 12,000 مفقود في جميع محافظات قطاع غزة، ويعتقد بأنهم تحت انقاض المنازل التي دمرها الجيش الإسرائيلي والمباني وفي شوارع محافظات قطاع غزة. طيب، حركة النازحين أيضا أيمن، يعني غير معروف حتى الآن إذا ما كانت هذه العملية وهذا الاجتياح البري ربما سيقوم به الاحتلال الإسرائيلي أم لا، ولكن ماذا عن عملية النزوح؟ لأن كان هناك حديث عن نزوح بعض المدنيين من رفح باتجاه دير البلح. نعم منى، يعني في ظل الغارات العنيفة التي شهدتها مدينة رفح وفي ظل التهديدات المستمرة بالقيام بعملية عسكرية واسعة في مدينة رفح، شهدنا يعني دوامة نزوح عكسية من مدينة رفح باتجاه مواصي خان يونس أو باتجاه وسط قطاع غزة أو باتجاه منطقة المغراقة أو الزوايدة عفوا في وسط قطاع غزة. هناك العديد من المواطنين والنازحين يعني خرجوا من مدينة رفح باتجاه مواصي خان يونس أو مواصي أو وسط قطاع غزة، أملا عن وجود مكان آمن يأوي عائلاتهم وأحبائهم في تلك المناطق، لكن في كل الأحوال وهم يعتقدون بأنه لا يوجد أي مكان آمن في مدينة غزة أو في جميع محافظات قطاع غزة. وعن تجارب سابقة تم استهداف العديد من الأماكن التي يتحدث الجيش الإسرائيلي بأنها أماكن آمنة، تحدثوا بأن مدينة رفح مكان آمن واليوم تتعرض للقصف، تحدث الجيش الإسرائيلي بأن مواصي خان يونس آمنة وتعرضت للقصف وللغارات الجوية وسقط عدد من الشهداء، تحدثوا بأن هناك ممرات آمنة أثناء النزوح أيضا تعرضت للغارات وللقصف، وبالتالي حتى تحت علم الأمم المتحدة لا يوجد أي مكان آمن، هنا الجميع معرض للموت، وأيضا في أي لحظة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي والغارات الإسرائيلية، لأنه لا أحد يعرف إلى أين الغارة التالية ستتجه، إلى أي منزل، إلى أي شارع، إلى أي أرض، إلى أي منطقة من مناطق محافظات قطاع غزة، فبالتالي استمرار العدوان الإسرائيلي سيوقع عدد كبير من الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين والمواطنين في جميع محافظات قطاع غزة. كل الشكر لك أيمن أبو شنب، كنت معنا من رفح، مراسل غد، لك جزيل الشكر. Thank you.